تفاصيل الخبر العاجل. أكدت مصادر طبية في مستشفى السلط الحكومي للمملكة وفاة مرضى بسبب نقص في مخزون الأكسجين في المستشفى. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل المملكة زيد خليفات. أهلا ومرحبا بك معنا زيد، التفاصيل كيف تبدو لديك وما هي الحالة تحديدا زيد؟ نعم عبد الله، تم تأكيد من مصادر طبية داخل المستشفى وفاة 6 أشخاص جراء نقص الأكسجين داخل المستشفى، وتم تأكيد وجود 8 حالات في إصابة داخل الICU و50 في العناية المتوسطة. بشكل عام هنالك حالة من الهلع تشهدها محيط مستشفى السلط الجديد عبد الله، وهنالك تجديد أمني مكثف في محيط وفي داخل مستشفى السلط الجديد. عبد الله، إذا ما تحدثنا عن هذه الحادثة، هي حادثة وهي بادرة أولى تحدث في المستشفيات. هذا النقص الحاصل هو جراء ضعف في بعض المفاصل في داخل المستشفى. المستشفى بطبيعة الحال تم تشغيله في بداية العام الماضي في نصف الكادر، ونصف الكادر الحالي هو يعتبر مصاب أو ثلث الكادر مصاب في كورونا، وهو من الحصيلة المرتفعة في إصابة الكوادر الطبية. بطبيعة الحال الأوضاع ما زالت تحت السيطرة. الرجال الأمن الأمن العام والدرك يحيط هذا المبنى، مبنى مستشفى السلط الجديد. الأوضاع ما زالت غير واضحة بالنسبة للحالات، إذا ما كان هنالك حالات أخرى في الساعات القادمة. أسباب الانقطاع زيد، هل تم الحديث عنها، أسباب الانقطاع خصوصا بين المستشفى الجديد؟ نعم، تم تأكيد موضوع نقص الأكسجين هو السبب الرئيس بحسب مصادر داخلية داخل المستشفى، تؤكد أن نقص الأكسجين هو السبب الرئيس في وفاة 6 أشخاص لغاية هذه اللحظة. هنالك اجتماع داخل مستشفى السلط الحكومي يجمع المدير ويجمع الكوادر، وهنالك توقع أن يصل وزير الصحة إلى المستشفى. لا لغاية هذه اللحظة لم يؤكد هذه أن تؤكد هذه المعلومة، لكن ما زالت هنالك اجتماعات طارئة داخل هذا المستشفى، وما زال هنالك تواجد كبير من قبل أهالي المتوفيين في محيط هذا المستشفى. هنالك بعض يعني الأصوات التي تقول أن نقص الأكسجين هو يعني تقصير من قبل الكوادر الطبية، ونقص هذا الأكسجين هو سبب رئيس في وفاة المتوفين. نعم. عبد الله، أريد أن أشير أن مستشفى السلط الحكومي استعان بكوادر الدفاع المدني لإمدادهم في أسطوانات الأكسجين، وهذه المشاهد تم رصدها بشكل شخصي من قبلي أثناء إخراج أسطوانات الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي ووضعها في سيارات الدفاع المدني التي جاءت بها بالأصل إلى مستشفى السلط الجديد. نعم عبد الله. نعم، أشكرك على كل هذه التفاصيل. مراسل المملكة زيد خليفات، كنت معنا من السلط، وسنكون معك أيضا في تفاصيل هذا الخبر في الساعات القادمة أولا بأول للإطلاع على آخر التطورات على هذه الحالة.